بعد 200 يوم من حرب ضارية على غزة، مسؤول إسرائيلي يقول إن الآلاف من عناصر حماس ما يزالون شمال غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين من حزب الله اللبناني، أحدهما مسؤول في وحدة الدفاع الجوي والآخر قيادي في قوة الرضوان. أردوغان يقول إنه لا يعتقد بأن حركة حماس ستغادر قطر. منظمة العفو الدولية تفتح عريضة لجمع توقيعات للضغط على مجلس الأمن الدولي ليشمل حظر الأسلحة كل السودان. تحيات طيبات، السلام عليكم ورحمة الله. مع دخول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة يومها 200، قصفت مدفعية ودبابات الجيش الإسرائيلي أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، إضافة إلى استهداف مناطق في جنوب غرب مدينة غزة بالقذائف وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وإطلاق نار ناجم عن اشتباكات بين فصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مخيم صيرات في شرق مدينة رفح، إضافة للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، في حين استهدفت غارات الطيران الإسرائيلي منطقة محيط وادي غزة شمال مخيم صيرات، إضافة لمنطقة جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة نيويورك تايمز إن ما بين 4,000 إلى 5,000 مسلح من حركة حماس ما زالوا في شمال قطاع غزة. الصحيفة الأمريكية وفي تقرير لها رأت أن إسرائيل قد أخفقت في تحقيق هدفيها الأساسيين من الحرب والمتمثلين في القضاء على الحركة وإعادة أسراها من القطاع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ترجيحهم ألا يتم تدمير الحركة بالكامل من خلال النشاط العسكري، معتبرين أن إعادة تنظيم صفوفها تعتمد على خطوات إسرائيل المقبلة. معي مباشرة من بيروت الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة، أهلا ومرحبا بحضرتك سيادة العميد على شاشة الحدث. يعني بعد أن قتلت إسرائيل أكثر من 34,000 فلسطيني، بعد أن ساهمت في عدد إصابات وجرحى تعدى أو قارب 75,000، ما زال هناك يعني عناصر تقدرهم الصحيفة هذه الأمريكية ب4,000 إلى 5,000 عنصر من حماس ما زالوا حتى اللحظة موجودين في شمالي القطاع، كيف تنظر عسكريا، تحليلك العسكري لذلك؟ مساء الخير. بالدرجة الأولى يعني ليس هناك في التاريخ ما يمكن تسميته بالقضاء على منظمة أو القضاء على جيش أو القضاء على شعب. يعني هذا طبعا فرضية غير واقعية.
ثانيا نحن لن نتكلم في غزة عن جيش نظامي إذا ما هزمت قيادته توزعت باقي الوحدات على طريق شراذم غير قادر على القتال. نحن نتكلم عن تنظيمات عسكرية عنقودية عبارة عن مجموعات صغرى قادرة على يعني تمتلك أولا يعني لا مركزية التسليح ولا مركزية التدريب ولا مركزية التجهيز ولا مركزية التخطيط، وبالتالي يعني المسألة لا يمكن يعني حسمها من خلال عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في المعارك. ثالثا إذا أخذنا بعين الاعتبار طبعا الشعب الفلسطيني الموجود في غزة وهو شعب فتي، مستوى الفئات العمرية فيه يعني يمكن الاستنتاج بكل بساطة إذا ذهبنا إلى الذكور دون الإناث أن يعني هذا التجمع البشري الفتي قادر على أن يكون يعني أن يجند ربما ما لا يقل عن 30-40 ألف مقاتل، وبالتالي كل الشبان في غزة قادرون على حمل السلاح. ثم يعني بعد انقضاء تقريبا 200 يوم على هذا القتال، يعني هذه الأيام صحيح أن هناك مقاتلين سقطوا، ولكن هناك مقاتلين جدد تدربوا ومقاتلين جدد دخلوا المعركة، لا سيما بعد أن دمرت كل غزة وأصبح أثناء الحرب يا سيادة العميد. أنا أعتقد يعني طبعا أثناء الحرب يعني نحن يجب أن نتذكر أنه كان هناك غزة فوق الأرض وغزة تحت الأرض ولازال جزء كبير موجود منها. ثم يعني لا يمكن لا للجيش الإسرائيلي ولا لسواه، ليس فقط في غزة يعني بل في أي مكان آخر يعني أن يضبط عمليات التسلل وأن يدرك تماما من هم المقاتلون ومن هم غير المقاتلين، لأنه كل الناس قادرة في غزة على حمل السلاح. إذا تكلمنا عن فئات عمرية ربما من 15 عاما حتى 40 أو 50 عاما، يعني هذا قد يكون يشكل ربما 50% من الشعب الفلسطيني الموجود في غزة، يعني إذا استثنينا الإناث أو العاملين في الحقول اللوجستية والطبية وسواها يمكن أن نصل إلى رقم يعني يبلغ عشرات الآلاف. وبالتالي المسألة المركزية إذا سمحت التي أريد التركيز عليها، يعني إذا كان هناك من تفكير ما بأنه يعني تحييد حماس كميليشيا عسكرية أو كتنظيم عسكري، يجب أن يكون هناك أفق سياسي معروض على حماس لكي فعلا هذا يشكل عنصرا جاذبا نحو مشروع سياسي يمكن أن يكون بديلا عن القتال في الميدان. لغاية الآن مشكلة إسرائيل أنها تريد القتال ثم القتال ثم القتال على اعتبار أنه الفلسطينيين يعني هم جاهزون للطرد والتحريك. يعني إذا سمحتي لي فقط يعني هنا الآن يعني كما ذكر ذلك مجموعة من المسؤولين حتى لعلنا نتذكر ما صرح به وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يعني سابقا وقال إنه فكرة القضاء على فكرة لوجود تنظيم وكما قلت أنت في بداية هذا الحوار هو أمر غير ممكن. طيب كيف يعني ينظر الجناح العسكري في إسرائيل لموضوع الهدف الذي وضعه نتنياهو بأنه يريد القضاء على حماس؟ يعني ألا يفترض بهم كعسكريين أن يفهموا من الناحية العسكرية هنا إنه هذا الهدف هو غير مأمول غير مرجح لا يمكن تجسيده لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع؟ كيف يتم الحوار بهذا الشأن بين الجناحين السياسي والعسكري بإسرائيل إذن؟ يعني أولا إذا أردنا أن نذهب إلى يعني أو نستحضر آلية القرار الذي تتخذه الحكومات والذي يكون يعني جزء منه عبارة عن عمل عسكري، أولا يجب أن يكون المستوى السياسي مدرك أنه أي أهداف يمكن أن يحققها الجيش سواء الإسرائيلي أو سواه إذا لم تأتي في سياق واضح لتحقيق هدف سياسي، وبالتالي هذه القوى العسكرية ستخفق في النهاية لأنها ستستشعر أنه كل ما قامت به لم يؤدي إلى أي شيء. وهنا يعني نعود إلى فشل المستوى العسكري السياسي المتمثل بنتنياهو وبحكومة الحرب التي بالغت يعني في المزايدات فيما بين عناصرها، وتارة يخضع القرار لهذا لليمين المتطرف واليمين الأكثر تطرفا. يعني لغاية الآن لم تتمكن إسرائيل من القول من الإجابة ليس للعرب أو للمفاوضين حتى للإدارة الأمريكية ماذا بعد انتهاء الحرب، ما هو المشروع السياسي المعروض على حركة حماس،
كيف يمكن التعاطي مع حركة حماس في المستقبل، وكيف يمكن يعني ما هي معايير الاستقرار الإسرائيلي بمعزل عن القيام بعملية عسكرية ربما كل سنة أو كل سنتين. هذه الإجابات الأسئلة يجب أن تكون مطروحة لدى حكومة الحرب ولدى الحكومة الإسرائيلية ولدى حتى المجلس النيابي، المجلس يعني المنتخب الإسرائيلي، لأنه في النهاية لا يمكن في النهاية الذهاب نحو الحروب حتى النهاية. وفي النهاية يعني النجاح العسكري الذي لا يترجم بمشروع سياسي سيتحول إلى إخفاق عسكري وإخفاق سياسي في الوقت عين. ولعلنا أصلاً يعني هذه هي المعضلة الإسرائيلية الكبرى. نعم، لعلنا رأينا حتى بالأمس يعني الاستقالات التي جاءت، يعني بدأها رئيس الجهاز الاستخبارات العسكري بالجيش الإسرائيلي وأيضا قائد المنطقة الجنوبية في أغسطس، وأيضا مرتقب أيضا استقالات لرئيس الشباك والموساد. شكرا جزيلا ونكتفي بهذا القدر. إذن من بيروت الباحث بالشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة، يعطيك العافية. قال التلفزيون الفلسطيني إن عدد الجثث التي عثر عليها في مقبرة جماعية في مستشفى ناصر في خان يونس في قطاع غزة قد ارتفع إلى 310، وذلك بعد انتشال 25 جثة جديدة. وقد عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن ذعره من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في القطاع، والتقارير عن المقابر الجماعية حيث دعا إلى فتح تحقيق. وقد حذرت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان من توغل عسكري إسرائيلي واسع في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. أضافت المفوضية أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سوف يتسبب بحصار أكثر من 1,200,000 فلسطيني قسراً. خلصت مراجعة بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقالت إن الأمر قد يدفع ببعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، وإن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية. جاء في المراجعة أن الأونروا لديها أطر قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات قائمة. وكانت الأمم المتحدة قد عينت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة الحياد الخاصة بالأونروا في فبراير، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة قد شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر. رفض أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي المقارنة بين ردود الأفعال الأمريكية على أحداث أوكرانيا وعلى أحداث غزة. أشار بلينكين إلى أن الأوكرانيين ليسوا هدفا مشروعا كحركة حماس التي تختبئ بين المدنيين وتنتشر في المباني السكنية والمساجد على حد قوله هو. بلينكين وفي معرض تعليقه على التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان أكد أن بلاده تواصل دراسة المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، وأوضح أن واشنطن ستقول المزيد عن تلك المسألة في وقت لاحق لأن الأمر يستغرق بعض الوقت. أشار بلينكين إلى وجود تحقيقات مفتوحة كثيرة في إسرائيل بشأن الانتهاكات المحتملة، وبيّن أن واشنطن تطبق المعايير نفسها تجاه الجميع بصرف النظر عما إن كان بلد معين خصما أو منافسا أو صديقا أو حتى حليفا. هل توجد لدينا معايير مزدوجة مع إسرائيل؟ الجواب لا. وكما يبين هذا التقرير نحن ننظر إلى حقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ونحن نطبق نفس المعايير تجاه الجميع، وهذا لا يتغير بغض النظر عما إذا كان بلد معين خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا لنا، وهذا أمر في غاية الأهمية. منذ اليوم الأول عملنا ما في وسعنا لزيادة حماية المدنيين، وكذلك كما تعلمون لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكاني غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها. وعندما يتعلق الأمر بالإدعاءات المتعلقة بالحوادث سواء كانت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات للحقوق، سميها ما شئت، لدينا آليات في الوزارة نتبعها حيال التقارير التي تردنا.
5 أيام على التوالي وأصوات طلبة الجامعات تأتي دعما لغزة ورفضا للحرب في قطاع غزة. فقد دعا طلبة جامعات وكليات أمريكية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف ضد الحرب في غزة، في حين نصب طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك مخيما للتضامن مع غزة داخل حرم الجامعة، مطالبين بوقف برنامج تبادل يربطها مع جامعة تل أبيب. الحراك الطلابي الداعم لغزة قوبل بتحذيرات من تنامي التحركات المعادية للسامية، خاصة في الجامعات الكبرى التي تعتمد بشكل رئيس على دعم مالي من منظمات وأيضا ممولين على علاقة بإسرائيل. في حين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه في الأيام الأخيرة حدثت مضايقات ودعوات للعنف ضد اليهود، معتبرا أن ما وصفه بمعاداة السامية الصارخة هذه مستهجنة وخطرة ولا مكان لها على الإطلاق في حرم الجامعات ولا في أي مكان آخر في الولايات المتحدة بحسب ما ذكر بايدن. في الوقت الحالي يمر حراكنا الطلابي ضد ما يحصل في غزة بلحظات حرجة، وتقع علينا مسؤولية أخلاقية في إيصال صوتنا الرافض للأعمال الإسرائيلية هناك. الحراك الطلابي في الولايات المتحدة الداعم لغزة يظهر أن ما يحدث هناك خطأ، ومسؤوليتنا تغيير ذلك وإظهار كيف يكون العالم أفضل. الحراك الطلابي في الولايات المتحدة من أجل فلسطين دخل مرحلة جديدة، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية. نطالب الكليات بسحب أموالها من كل الشركات المتواطئة في الإبادة الجماعية في غزة والتي تتلقى تمويلاً بحثياً مدعوماً من إسرائيل. تثير رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمة شفيق وهي مصرية الأصل تثير الجدل منذ أيام بعد أن طلبت تدخل الشرطة لتفريق جموع المحتجين المؤيدين للفلسطينيين داخل حرم الجامعة، مما أدى إلى توقيف أكثر من 100 طالب. معي مباشرة من واشنطن مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط والباحثة السياسية في معهد وودرو ويلسون سابقا الدكتورة هبة القدسي. دكتورة هبة، أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. اليوم عندما نتحرك عن حراك طلابي في أعرق الجامعات الأمريكية، في كولومبيا، في هارفارد، في نيويورك، في ييل كذلك، كيف تنظرين إلى كل هذا الحراك، إلى تجمعه بهذه الطريقة، سقف المطالبات الموجود حتى هذه اللحظة؟
طبعا هناك مظاهرات مستمرة في الشوارع والأحياء والتجمعات السكانية الأمريكية بصفة عامة، لكن هذه التظاهرات والاحتجاجات داخل الجامعات أخذت منحى جديد بقيام مدراء الجامعات باستدعاء الشرطة لتفرقة المتظاهرين، وأتحدث هنا بصفة خاصة عن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك وعن جامعة ييل في ولاية كونتيكت. استدعاء الشرطة هو حدث كبير يخل بالمبادئ التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة في حقوق الإنسان، حق التعبير، حق التظاهر، خاصة أن تلك الاحتجاجات هي احتجاجات سلمية. وبالتالي قام الطلبة المنددين بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وكل ما يتوارد من أحداث وصور لمآسي لأطفال ونساء، كل ذلك حرق مشاعر الطلبة الذين طالبوا بوقف الحرب ورفعوا شعارات معادية لأمريكا، يعني شعارات كانت تشير أن أمريكا ترعى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وطالبوا الجامعات بوقف أي تمويل أو أي برامج تعاون بحثي أو تعليمي مع جامعة تل أبيب، أي استثمارات تقوم بها الجامعات في شركات تمد إسرائيل بالأسلحة التي تقتل بها الشعب الفلسطيني، وهددوا أنهم لن يتحركوا من أماكنهم حتى تنفذ الجامعات تلك المطالب. هذه الحركة الطلابية امتدت على مدى عدد كبير من الجامعات الذين افترشوا الحرم الجامعي وأقاموا في مخيمات أقاموها، وأشاروا أنهم لن يتحركوا حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. إلى أي مدى يمكن أن تسفر كل هذه المظاهرات وهذا الحراك الطلابي في الجامعات؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على صناع الرأي في أمريكا؟ نعلم أنه كانت حتى في تصريحات للرئيس الأمريكي على هذا الحراك الطلابي بالجامعات. نعم، المشكلة الآن التي تواجه رؤساء الجامعات الذين استعانوا بالشرطة لتفرقة المتظاهرين وتم القبض على بعض الطلبة الناشطين في تلك الاحتجاجات، واجهت انتقادات من الرئيس بايدن، لم يشر صراحة إلى جامعة كولومبيا لكنه أشار إلى معاداة السامية، بمعنى أنه كان هناك اعتراضات ومخاوف من الجالية اليهودية والطلبة اليهود داخل تلك الجامعات، أن هناك شعارات يرفعها الطلبة المحتجين تنادي بـ يعني أنا ما أسأل عنه هنا دكتورة هبة القدسي، يعني عطول يعني أخذت معاداة السامية مركزا أو مرتكزا لكي تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية كحكومة أو حتى كرؤساء جامعات ضد الحراك الطلابي، حتى يعني في منظمات مثل منظمة Jewish Voice for Peace اللي هي الصوت اليهودي للسلام، يعني هي في النهاية أيضا تنتقد يعني ما يحصل يعني في غزة. المشكلة أن هناك أصبح صراع أو صدام بين الطلبة المطالبين بالحق الفلسطيني والمطالبين بإنهاء الحرب، وبين الجالية اليهودية أو الطلبة اليهود والمنظمات التي أشارت إلى مخاوف على حياة الطلبة اليهود، مما جعل الجامعات تتخذ قراراً بالعودة إلى virtual classes أو فصول افتراضية وليس الحضور مباشرة. لا. بالفعل هناك مخاوف أثرها بعض المنظمات اليهودية على حياة الطلبة اليهود الذين أصبحوا يشعرون بعدم الأمان في الذهاب إلى الجامعة. هذا بالطبع أثار على مستوى آخر سياسي الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في الكونغرس الأمريكي، وكما أشار التقرير كان هناك جلسة إحاطة للسيدة نعمة شفيق مديرة أو رئيسة جامعة كولومبيا عما يحدث من أحداث وصدامات. إذن كانت معنا مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط والبحث السياسي بمعهد ويدرو ويلسون سابقا دكتورة هبة القدسي، شكرا لحضرتك ويعطيك العافية.
نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه لا يعتقد بأن حماس تغادر قطر التي تتخذها مقرا، مضيفا أنه لم يشهد أيضا أي مؤشرات على ذلك من جانب الدوحة. قد نقلت وسائل إعلام أخرى عنه القول للصحفيين خلال رحلة العودة من زيارته للعراق إن سيطرة إسرائيل بالكامل على غزة سوف تفتح الباب أمام المزيد من الاجتياحات للأراضي الفلسطينية. أعلنت قطر أن المكتب السياسي لحركة حماس سوف يبقى قائما في الدوحة طالما أن وجوده مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، وذلك تعليقا على تقارير حول احتمال نقله إلى دولة أخرى. وقد اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن بلاده بحاجة إلى إعادة تقييم في جهود الوساطة غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في هذه المرحلة. وقد عبر الأنصاري عن استياء الدوحة من تصريحات وزراء في حكومة إسرائيل تحدثوا بشكل سلبي عن الوساطة القطرية. هناك مراجعة دائمة لمبادرات السياسة الخارجية القطرية بشكل عام، وخاصة في إطار هذه الوساطة، وهذه المراجعة نابعة أولا من الرغبة الصادقة في أن يكون هناك منتج حقيقي لهذه الوساطة، وأن تنجح هذه الوساطة بشكل حقيقي، وأن يكون هناك خفض تصعيد حقيقي في المنطقة، وثانيا بأن يكون هناك أيضا دراسة لجدية كل الأطراف في إطار هذه الوساطة، سواء طرفي الصراع أو الأطراف الأخرى الداعمة في إطار هذه الحرب لجهود الوساطة. ونحن حقيقة نبحث عن جدية حقيقية من الجميع في هذا الإطار. معي مباشرة من دوزلدورف الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح. أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور جمال على شاشة الحدث. دعنا نبدأ يعني من سؤال عام هنا، كيف تنظر حركة فتح لإقامة قادة حماس في الخارج، تحديدا وجود المكتب السياسي لحماس في قطر؟ هذه ظاهرة غريبة ليس من السهل تفسيرها، خصوصا أن لحماس في الخارج، للمكتب السياسي لحماس في الخارج، نصاب سياسي يستطيع أن يتخذ قرارات حتى دون الرجوع إلى الداخل. فالجميع محتار، والشعب الفلسطيني مستفز من أن يقيم أشخاص انتخبوا للتشريعي أو لرئاسة حكومة ثم يقيموا في الخارج. ونتساءل، هل هناك سبب أمني مثلا؟ هل تشعر حماس أنها لا تستطيع الإقامة في فلسطين؟ إذن كيف يقيم السنوار والضيف في غزة؟ هل تشعر حماس بأنها في أمان في الخارج؟ إذن ماذا عن العروري وماذا عن المبحوح وآخرين؟ هل هناك أسباب سياسية؟ هؤلاء أعضاء تشريعي سابقين أو حاليين بنظرهم، أو رئيس حكومة يقيمون في الخارج؟ لا نفهم لماذا. الحقيقة هي أن التالي، بس يعني عفوا إذا سمحت لي حتى نفهم دكتور جمال، يعني أين الشيء الذي يمكن أن يعكس شيء من الاستغراب حين تقيم أو يقيم قادة سياسيون هم في المرتبة الأولى والدرجة الأولى سياسيون في الخارج؟ يعني أنت دكتور جمال نزال متحدث باسم حركة فتح، موجود الآن في دوزلدورف. ياسر عرفات كان في تونس وفي لبنان وفي الأردن وفي غير مكان، لكن ذلك كان في الأوقات التي لم يكن مسموح بها للقيادة الفلسطينية لمنظمة التحرير أن تقيم في فلسطين، أليس كذلك؟ وقد انتهزت القيادة الفلسطينية الرئيس أبو عمار والرئيس أبو مازن أول فرصة للقدوم من الخارج إلى الداخل، ومعهم 800,000 فلسطيني. الإقامة في الخارج ليست عيبا، هناك مئات الدبلوماسيين لدولة فلسطين مقيمون في الخارج، هناك ألوف الدبلوماسيين من السعودية وغيرها يقيمون في الخارج. ليس هذا هو العيب، العيب أن تكون منتخبا لرئاسة حكومة ثم تقرر أن تهاجر من البلد الذي انتخبت لقيادته. وهناك إن في الموضوع، هناك سر في الموضوع. حماس هي تنظيم الإخوان المسلمين، وهؤلاء الأشخاص الذين خرجوا من فلسطين للإقامة في الخارج لهم عضويات وأدوار قيادية في تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، الذي تعتبر فلسطين بالنسبة له بارت تايم. وهناك شق آخر اقتصادي غير سياسي في إقامة أفراد حماس، عناصر حماس في المكتب السياسي من الداخل للخارج، هي أنهم يديرون أموال حماس ورؤوس أموالها الكثيرة. يقدر رؤوس أموال حماس في قطر وحدها ب 43 مليار دولار، علما بأن ما المطلوب لبناء غزة الآن هو 10 مليارات دولار. طيب، فهذه أسباب متشابكة وعديدة. طيب إذا سمحت لنا أيضا دكتور جمال، يعني الآن يعني التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس التركي أردوغان بأنه لا يعتقد بأنه حماس سوف تغادر قطر، ما المؤشرات التي تقرأها في تصريح الرئيس التركي هنا؟
حماس لها أن تقرر أين تقيم، لكن عندها التزامات مع الشعب الفلسطيني، بحيث أنه من المفارقة أن الشعب الفلسطيني في غزة الآن محتار في أين سينتهي به المصير. وإذ يختلط صوت النذير بصوت البشير، نجد أن قيادة حماس في الخارج أيضا تبحث عن مهجر إضافي، منفى إضافي. أردوغان يعرف حقيقة الأمور وأين سينتهي المطاف بقيادة حماس. نحن لسنا جزء من تواصل حماس مع قطر، لا نعرف المكان الذي ستختار، لكننا نعتقد أن أفضل مكان لقيادة سياسية هو أن تكون مع شعبها. إلا أن المشكلة ومربط الفرس هو في أن أعضاء المكتب السياسي لحماس الذين خرجوا من فلسطين ليقيموا في الخارج فعلوا ذلك احتكاماً لارتباطات حماس بتنظيم الإخوان المسلمين وممارسة أدوارهم القيادية في هذا التنظيم، باعتبار أن فلسطين تشكل لهم التزام. أنتم بحسب اطلاعكم في حركة فتح، المعلومات المتوفرة لديكم أنه قيادة حماس السياسية سوف تخرج من قطر، رغم حديث الدوحة عن أنه يعني المقر حتى هذه اللحظة لحماس في قطر في الدوحة، ما دام ذلك يفيد مجهود أو جهود الوساطة. أكرر، حماس وحدها تقرر أين تقيم كقيادة. بين يدي رسالة موجهة من السفير القطري في الولايات المتحدة إلى أعضاء الكونغرس الأمريكيين، يجيب على احتجاجاتهم بشأن إقامة حماس ودور الوسيط القطري. قيادة حماس في الدوحة موجودة باتفاق أمريكي إسرائيلي قطري ثلاثي، حماس تشكل الجونيور بارتنر في هذا الاتفاق، وهذه الإقامة هي جزء من التفاهمات التي كانت تعقدها حماس مع إسرائيل. وبالتأكيد طالما أن ختم الجواز على، يعني بالتعبير المجازي، ختم الجواز للإقامة في هذه الدولة أو تلك المرتبط بحماس متعلق بإسرائيل، فمن الطبيعي أن إسرائيل ستستخدم هذه الورقة ضدهم. من هنا نقول تمام، أفضل مكان لهم هو في فلسطين، ومع ذلك يختارون المهجر. لا تنسى أن لفيفا من قادة حماس المولودين في طب سريعا بالدقيقة المتبقية يا دكتور جمال، سريعا يعني طب فتح القيادة الفلسطينية هل ترحب بعودة أو تدعو يعني حماس للعودة لفلسطين؟ هذه بلدهم وهم ليسوا ضيوف فيها، هم أصحاب البلد من سكانها الطبيعيين، سواء الذين ولدوا في الخارج أو الذين ولدوا في الداخل. إذا كان لهم مهمات اعتيادية في الخارج هذا أمر طبيعي، نص الشعب الفلسطيني يقيم في الخارج، ليس في ذلك عيبا. لكن أن تكون قائد وسياسي عليك أن تتواجد في بلدك. وعن شأني الذاتي أنا أتحدث 4 لغات وأخاطب العالم الخارجي بها، هذا جزء من وصفي الوظيفي حاليا كقيادي في فتح. شكرا جزيلا إذا من دوزلدورف دكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح، شكرا لحضرتك ويعطيك العافية. قال الجيش الإسرائيلي إن طائرته الحربية قد استطاعت القضاء على مسؤولين تابعين لحزب الله اللبناني عبر غارات نفذتها مقاتلاته الحربية على الجنوب اللبناني. وقد أكد الجيش الإسرائيلي قتل حسين عزقول مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله الذي يلعب دورا كبيرا بتنفيذ الهجمات ضد إسرائيل، إضافة للقضاء على المدعو محمد خليل عطية الملقب بساجد وهو مسؤول الوحدة الجوية في قوة الرضوان التابعة للحزب، وذلك عبر غارة جوية شنتها مقاتلاته ليلة أمس على منطقة أرزون. كشف الإعلام الأمني العراقي عن نتائج تحقيق اللجنة الفنية في الانفجار الذي تعرض له معسكر كالسو شمال محافظة بابل. الفحوص أثبتت أن ما حصل في كالسو ناجم عن مواد لصناعة ذخائر حربية وأسلحة ومتفجرات. وأكد الإعلام الأمني العراقي في بيان أن شدة الانفجار في كالسو تؤكد أنها ليست بتأثير قصف صاروخي بحسب البيان. منتظر الرشيد مراسل الحدث معي من بغداد، لو نقف على تفاصيل هذه التحقيقات المتعلقة بما حصل في كالسو. يعني من أبرز النقاط أو النتائج التي خلص إليها هذا التقرير، هي مجموع ما خلص إليه هي 7 نقاط وردت في البيان، بيان لجنة التحقيق الذي صدر اليوم.
أبرز النقاط هو أن المكان الذي حدث فيه الانفجار كان يضم ذخائر وصواريخ أيضا انفجرت وأحدثت أكثر من حفرة طبعا، لكن الحفرة الرئيسية التي تم إحداثها بحسب لجنة التحقيق وما نتج عنها هو ناتج عن انفجار صواريخ لا يعني ليست محمولة جوا. هذه هي النقطة المهمة، أي أنه يستبعد فرضية إطلاق هذه الصواريخ من طائرات مسيرة وطائرات حربية، لكنه أيضا لا يجيب على هذا السؤال الذي بقي غامضا، ما هو مصدر هذه الصواريخ، من أين أتت، هل تم إطلاقها من دول أخرى أو من داخل العراق من مناطق قريبة من مكان الانفجار؟ لا يجيب السؤال على ذلك، وإنما يزيد الغموض عندما يقول التقرير، تقرير هذه اللجنة، أنه لم تكن هناك أي طائرات حربية وطائرات مسيرة تحلق في أجواء هذه المنطقة قبل وأثناء وحتى بعد هذا الانفجار. طيب الآن ماذا يعني عما تقوله اليوم يعني أو تفاعل وتعاطي الحكومة العراقية مع ما يذكر يعني الحشد الشعبي وأيضا التصريحات المناقضة لذلك منتظر؟ يعني الكل التزم الصمت، وهذا أيضا يزيد المسألة غموضا. أيضا لماذا التزم الحشد الشعبي على سبيل المثال الصمت؟ لم يعلق، لم يصدر بيانا، لم يصدر توضيحا، لم يعلق حتى على هذه النتائج، نتائج لجنة التحقيق. أيضا هذا يشي بالكثير، يعني هناك الكثير من الحديث الآن يجري خلف الكواليس من أن هيئة الحشد الشعبي تعرف من استهدفها وبالتالي لا تريد الإعلان عن ذلك. أيضا الفصائل المسلحة تعرف طبيعة هذا الاستهداف لكنها لا تريد الإعلان عن ذلك، ما هي الأسباب؟ أيضا لا أحد يعرف. عمليات الاستهداف طبعا من قبل ما تعرف بفصائل المقاومة العراقية مستمرة ضد أهداف داخل إسرائيل. المسألة برمتها يكتنفها الكثير الكثير من الغموض، ولا أحد صراحة يعرف ما سر هذا الغموض، ما سر هذا التكتم، سواء من قبل الحشد الشعبي ومن قبل حتى الحكومة العراقية التي لم تعلق أيضا على ما جرى. إذا نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا من بغداد مراسل الحدث منتظر الرشيد، يعطيك العافية. العشائر العربية شمال شرق سوريا انضمت فيما سبق لقوات سوريا الديمقراطية في قتالها ضد داعش، ولكن إيران كانت قد اخترقت بعضها. نتابع المزيد مع الزميل توني مزرعاني حول ما أورده تقرير معهد واشنطن للدراسات عن نشاط ميليشيات العشائر في سوريا. انتقال إليك توني، يعطيك العافية. مساء خير أحمد. إذن مشاهدينا، قاتلت بعض العشائر العربية مع قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش، إلا أن تفاقم الصراعات بين المكون العربي والكردي في شمال شرق سوريا استغلته إيران لمصالحها. وفي هذا السياق، تقرير حديث لمعهد واشنطن للدراسات كشف عن تشكيل أحدث وحدة من رجال الميليشيات العربية في سوريا، أعلن عن تشكيلها إبراهيم الهفل الموالي للحكومة السورية، وذلك بهدف إقامة ممر متواصل لانتقال المقاتلين القبليين المدعومين من إيران بين دير الزور وحلب، إضافة إلى محاربة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا. هذا ودعا الهفل المقرب من الأسد أفراد قبيلة العقيدات ومن قبيلة البقارة، وهي قبيلة أخرى نافذة في منطقة وسط وادي الفرات. وذكرت عملية العزم الصلب في تقرير أخير لها قدمته إلى الكونغرس الأمريكي أن مقاتلي القبائل يتلقون دعما صريحا وواضحا من الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الإيرانيين غرب نهر الفرات. وأضاف تقرير معهد واشنطن للدراسات أنه في فبراير من هذا العام أعيد تعبئة 150 مقاتلا من المواقع العسكرية التي يسيطر عليها حزب الله في وسط سوريا، ليلتحقوا بعدها بميليشيات العشائر العربية لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية، مع الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإيراني يشرف على التدريب القتالي لأفراد ميليشيات العشائر العربية استعدادا للقيام بعمليات في منطقة شرق نهر الفرات. كما يؤدي منتصر الحسين، وهو شخصية بارزة في لواء الباقر العراقي، دورا أساسيا في قيادة حملة تجنيد واسعة النطاق لصالح قوات القبائل والعشائر العربية. وأخيرا ذكر التقرير أن قوات القبائل والعشائر العربية
تعمل بشكل متواصل على تجنيد المواطنين من جميع أنحاء شرق سوريا وتحديدا من دير الزور بالتعاون مع لواء فاطميون الأفغانية الذي يعمل في سوريا بدعم من الحرس الثوري الإيراني. ردت قوات الدعم السريع السودانية على اتهامها بالسعي إلى ترسيم دولة جديدة وذلك في غرب السودان، وصفة تلك الاتهامات بأنها ادعاءات كاذبة، وذلك لإذكاء نار الفتنة القبلية على حد تعبيرها. وقد اتهم مستشار قائد قوات الدعم السريع حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي وذلك بالعمل مع الجيش لتجويع المواطنين ومنع وصول المساعدات بحسب ما ذكر. وكان قد أضاف كذلك في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي بأن شهادات المواطنين تنفي ما يدعيه من ناوي بأن قوات الدعم السريع تحاصر الفاشر وذلك للتجويع. فتحت منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني عريضة لجمع توقيعات للضغط على مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع السودان. وقد دعت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كل السودان وضمان تنفيذه بالكامل للحلول دون تدفق الأسلحة وتخفيف معاناة المدنيين. وقد قالت منظمة العفو في بيان إن الشعب السوداني يشعر بأنه منسي في خضم العنف المتصاعد، حيث يتسبب أطراف النزاع بكم لا يوصف من الموت والدمار دون اكتراث لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقد شددت المنظمة على أن المدنيين العالقين وسط القتال لا يجدون طعاما أو ماء أو حتى خدمات طبية، كما لا يحصلون على معلومات حول الممرات الآمنة، وذلك في ظل الاتصال المحدود بالإنترنت. معي مباشرة من باريس رئيس منظمة مشهد الحقوقية الدكتور أحمد عبد الله إسماعيل، أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. كيف تنظر لهذه الخطوة من قبل أمنستي أو يعني العفو الدولية للضغط على مجلس الأمن لتوسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل مناطق ومدن وولايات السودان؟ مرحبا بك أخي أحمد ومرحبا بمشاهديك الكرام. أهلا. حقيقة الخطوة هي نوع من عملية الحراك الذي رأت منظمة العفو الدولي بأنها لن تتخذ أي خطوة تجاه الأزمة السودانية، وهذه أتى نتيجة لضغط أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبالتالي مثل هذه الخطوة هناك نوع من التناقض، أولاها القوات المسلحة السودانية هي قوات معترفة بها دوليا ومسؤولة عن حماية المدنيين، وبالتالي مثل هذه الدعوات لا يؤثر على القوات المسلحة، لكن الأهم من المفترض على منظمة العفو الدولي أن تسمي الأشياء بمسمياتها. الآن في إقليم دارفور ليس هناك قوات مسلحة، هناك طرف واحد وهي قوات الدعم السريع التي تعبث بحياة الآمنين والمدنيين الأبرياء الأزل. مثل هذه الدعاوى حصل في أكثر من دولة، وحصل أيضا في عام 2004 في السودان، لكن لن يأتي أكله إلى الجهات الدولية إذا أرادت بالسطح كما تزعم وتدعي بأنها تحمي حقوق الإنسان وحقوق القانون الدولي. هناك انتهاكات واضحة كوضوح الشمس في ضوء النهار، أن تتخذ إجراء ضد الذين ينتهكون حقوق المواطن السوداني وحقوق القانون الإنساني الدولي التي تزعم الجميع بأنها تعمل من أجل حمايتها وتعزيزها في العالم.
طيب لعلي أيضا أريد أن أسأل دكتور أحمد، الآن عندما نتحدث عن تلك الأطراف وأيضا موضوع حظر دخول السلاح، يعني أنتم أين يكمن يعني تحفظكم بهذه الخانة؟ نحن تحفظنا في توصيف الأزمة السودانية. كثير من الجهات الدولية الآن تعمل في خض الطرف أن الجرائم الحقيقية والأزمة الحقيقية للدولة السودانية. هذه القوات التي يسمى قوات الدعم السريع ظلت تنكل بالمواطن السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003. كانوا يسمونهم بالجنجويد، عتى القوة السياسية ووضعوا إليهم مسمى بحرس الحدود. بعد أن أبسوا ورأت هناك حراك من الجهات الدولية لإدارة هذه القوة، فككوا حرس الحدود وأقلفوها بما يسمى قوات الدعم السريع، وهي نفسها التي تنتهك كرامة الإنسان وتنتهك كرامة السودان. إلى الآن أن وصلنا إلى الحرب الشامل ضد المواطن السوداني، فبالتالي تحفظنا نحو هؤلاء الجهات لأنها نعلم إن كانوا صادقين في معطيات القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان أن يسمى جميع الأشياء بمسمياتها وأن نؤسس جميعا حقوق الإنسان والقانون الدولي التي يعرفها الكل وأولاها الشعب السوداني. إذا من باريس رئيس منظمة مشهد الحقوقية دكتور أحمد عبد الله إسماعيل، شكرا لحضرتك. إذا نبقى في السودان وأيضا متابعة للخبر العاجل المتعلق بإعادة السلطات السودانية، عمل مكتب العربية والحدث. معي مباشرة من بورت سودان مديرة مكتب الحدث في السودان لينا يعقوب. أهلا ومرحبا بك لينا، مديرة المكتب مكتب الحدث والعربية بطبيعة الحال في السودان. ما الذي جرى من تفاصيل حول إعادة السلطات السودانية إذن العمل للمكتبين في السودان؟ نعم، تحياتي لك. حقيقة في 2 أبريل قررت السلطات السودانية إغلاق مكاتب العربية والحدث في السودان تحت ذريعتين، الأولى متعلقة بعدم المهنية والشفافية، والثانية بعدم تجديد ترخيص المكتب. بعد ذلك تواصلنا مع الحكومة السودانية ومع جهات مختلفة. من المعلوم أننا جددنا التصديق في مارس 2023 ودفعنا كل الالتزامات المطلوبة على المكتب، وبعد ذلك لم تكن بعض الإدارات فاعلة بعد الحرب، وهذا حتى العربية حتى كل مكاتب القنوات الفضائية لم يقوموا بتجديد الترخيص. تم استثناء العربية في هذا القرار بأن تجدد الترخيص، وفعلا كتبنا خطاب حول هذا الأمر. السلطات السودانية قررت أن تعيد العمل لمكاتب العربية والحدث في السودان. لدينا مكتب في الخرطوم، مكتب في أم درمان، مكتب في بورسودان، وكذلك مكتب في دارفور. كان العمل يتم بصورة جيدة جدا، ولكن اجتمعنا مع وزير الإعلام، وفي الحقيقة كان لنا لقاء ودي معه السيد جراهام عبد القادر. أعطى ملاحظات عامة حول ما تبثه القناة، وأيضا شرحنا له طريقة عملنا وما نبثه نحن في الشاشة وكيف أنها أيضا تحمل الرأي والرأي الآخر. قامت الحكومة السودانية بتسليمنا قرارا وزاريا بعودة عمل مكاتب العربية والحدث في السودان. إذن شكرا جزيلا من بورت سودان مديرة مكتب الحدث في السودان لينا يعقوب، شكرا ويعطيك العافية. قالت صحيفة ديلي كولر الأمريكية إن الكونغرس يناقش مشروع قانون يهدف لمعاقبة الجهات التي تساعد الحوثيين في هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، وأضافت أن مشروع القانون الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي مجموعات أو أفراد تساعد هجمات ميليشيا الحوثي على الشحن الدولي في البحر الأحمر. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على اليمن في الأيام الماضية جراء المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة مؤخرا بزيادة معاناة النازحين بمحافظة مأرب، وقد أدى تساقط الأمطار إلى تدمير مخيمات النازحين واقتلاع خيامهم ليجدوا أنفسهم في العراء وسط إمكانات ضعيفة لا تلبي حاجتهم لمواجهة هذه الأوضاع الجوية القاسية. قمنا ولا الكلام يعني في غير
مو المطر العادي، مطر يعني بردي ويعني وعواصيف. دخلنا الجماعة في السيارات، تكسر القزاز عليهم وغرقوا، ولا الخيام شلت وتأخسر، ولا المطبخ يعني المطابخ شلت كلها حق الجماعة كلهم، الغرضة كله من ذاك علوه إلى أسفله وكذا بحصة واحدة. وجاتنا أمطار غزيرة وجانا سيول وشل المخيمات حقنا وشل كل ما هو معنا من الأغراض والأدوات. عن البالها يعني وقع الحادث هذا، المطر فيضانات، جتنا عواصيف وأخذت الخيام كامل والمطابخ وشلت بعض المواشي. معي مباشرة من مأرب مراسل الحدث محمود الحميدي. محمود، ما أثار يعني هذه الفيضانات التي حلت ونتاج هطول الأمطار؟ نعم، النازحون الذين تعرضوا للمنخفض الجوي وهذه الأمراض والسيول بشكل مباشر كانوا في محافظة الجوف وتحديدا في مخيمي الغران والمحتفر. هؤلاء المخيمات تعرضوا لأمطار شديدة وسيول جرفت أكثر من 1700 مسكن للنازحين في صحراء الربع الخالي بمحافظة الجوف. هنالك أيضا مخيمات متفرقة تم غمرها بمياه الأمطار في هذه المنطقة، لكن الأضرار الكبيرة كانت في مخيمي الغران والمحتفر في محافظة الجوف. السيول والأمطار ما تزال تهدد مساكن النازحين في محافظة مأرب هنا، حيث أكبر المخيمات في اليمن 204 من المخيمات ربما تتعرض خلال الساعات القادمة للسيول والأمطار. لكن هنالك إجراءات حكومية للتخفيف من هذه الأضرار قامت بها الجهات المعنية بعمل مصدات لمياه السيول وإزاحة بعض الخيام والمساكن من ممرات السيول، لكن ربما العاصفة المدارية لم تدخل محافظة مأرب بشكل مباشر أو بشكل كبير، وإنما حاوطتها من جميع المناطق سواء من محافظة البيضاء أو من محافظة شبوة أو من محافظة الجوف. وكان عمق هذا المنخفض الجوي في محافظتي حضرموت والمهرة. هنالك أضرار كبيرة للنازحين في محافظة الجوف، وما يزال النازحون في محافظة مأرب يترقبون وصول هذه الأمطار التي وصلت خلال الساعات الماضية، لكنها أمطار خفيفة سبقت برياح لم تؤثر كثيرا على مخيمات النازحين حتى اللحظة. طيب الآن إذا شكرا جزيلا من مأرب. معنا وقت. طيب أيضا لعلي أسأل محمود الآن، ما هي الإجراءات لربما أو ما من شأنه يعني أن يحتوي بالفعل حجم هذه الكارثة، حجم هذا المأساة على أناس يعني هم محاصرون حقيقة في مأرب؟ نعم أحمد، كما ذكرت في سؤالك وكما لاحظنا أيضا في التصريحات من قبل النازحين قبل قليل، هنالك النازحون يعيشون في العراء. ربما نتحدث عن نازحين الجوف 3 أيام منذ الكارثة، لم تصل إليهم المنظمات الإنسانية حتى الآن، السلطات المحلية ليس بيدها ما تقدمه لهؤلاء النازحين. النازحين فقدوا خيامهم، كانوا يعيشون في صحراء مفتوحة، فقدوا خيامهم، فقدوا مواشيهم، فقدوا كل أغراض الإيواء التي تأويهم. الآن 3 أيام في العراء. النازحون في مأرب أيضا قامت السلطات بإجراءات احترازية لمنع وصول الأمطار في بطون الأودية، لكن إذا وصلت العاصفة المدارية بهذا الشكل التي وصلت إليه في محافظة الجوف والمحافظة الأخرى ستكون الكارثة كبيرة وربما أكبر من الكارثة التي حصلت في العام 2020 وتسببت بوفاة 5 من النازحين جرفتهم السيول وتضرر الكثير أو ربما الآلاف من خيام النازحين. الكارثة الكبرى هو أنه غير متوفر أي مخزون للطوارئ من قبل المنظمات الإنسانية في محافظة مأرب أو حتى في محافظة الجوف لإغاثة هؤلاء النازحين. شكرا. يعني أن السلطات المحلية ليس بيدها أن تقدم أي معونات إيوائية أو غذائية، وكما واضح. أن المنظمات أيضا ليس لديها مخزون للطوارئ. نعم، إذن من مأرب مراسل الحدث محمود الحميدي، شكرا جزيلا لك. راشد اللول تلقاكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة إخبارية مفصلة، ابقوا معنا.